دلوقتي معانا على التليفون المهندس احمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي ومستشار اتحاد الصناعات المصريه للشؤون الفنيه والتغيرات المناخيه. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وعايز اسالك عن التحديات والفرص في المجال الصناعي، وعلشان يكون عندنا منتج مصري ذو جوده عاليه نقدر بيه نقلل استيرادنا. اهلا بحضرتك. هو يعني في عجاله كده، هو الكلمة النهاردة كانت معبرة جدا، وفعلا احنا عندنا تحديات كبيرة جدا وبتتولد منها فرص برضو كبيرة على قد التحدي. انا المدير التنفيذي لوحدة التنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية. كلمة الرئيس النهاردة فعلا بتوضح البرنامج اللي تم عرضه من مبادرة ابدأ، والمشاريع اللي تمت عرضها، وازاي هي ماشيه بنفس النهج بتاع اهداف التنميه المستدامه وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. ازاي المشاريع دي بتولد فرص عمل جديده، ازاي المشاريع دي بتساعد على زياده الصادرات للخارج، المشاريع دي بتساعد على ايجاد بيئه عمل مناسبه او ملائمه. كل ده داخل تحت اهداف التنميه المستدامه. طبعا احنا النهارده بنستضيف الكوب 27 في مصر. كلمه الرئيس على الطاقه مهمه جدا، اللي احنا فعلا الطاقه اللي عندنا، استغلال الطاقه بوجه امثل، ترشيد الطاقه وفي نفس الوقت استغلال الطاقات الجديده والمتجدده اللي موجوده اللي ربنا حبانا بيها هنا في مصر. دي كلها حاجات هتؤدي ل تحسين البيئة الصناعية، تحسين نسبة الصادرات بتاعتنا، وفي نفس الوقت فتح مجالات عمل جديدة وزيادة فرص تطبيق ومراعاة البعد البيئي أيضا يا باشمهندس. يعني عندنا بنتكلم عن صناعات، لكن كمان بنتكلم عن مراعاة للبعد البيئي وتنمية مستدامة وصناعات خضراء، لأن احنا بنتكلم أنه يعني مصر تستقبل الشهر القادم ويعني تنظم كوب 27، ومسألة التغيرات المناخية خلاص بقى شغل شاغل للناس كلها. البيئة محتاجة اقتصاد قوي عشان حضرتك تحافظي على البيئة وتقدري تستثمري في التنمية المستدامة. لازم الاقتصاد بتاعنا يبقى قوي، وده المعادلة اللي بتحققها الأهداف التنمية المستدامة، اللي ازاي ابقى اخلق بيئة اقتصادية قوية تؤدي اللي انا اهتم بالتغيرات المناخية، تهتم بالبصمة الكربونية بتاعتي، اهتم بالبعد البيئي والاجتماعي بتاعي. فاحنا الاثنين ماشيين على التوازي مع بعض. لازم اهتم بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي في نفس الوقت. ودي النهارده كان المشاريع اللي تم عرضها في مبادره ابدا يعني بتحقق كتير من اهداف التنميه المستدامه. طيب عايز اسال حضرتك عن يعني التسهيلات الاخرى. يعني النهارده شفنا سياده الرئيس بيتحدث عن الرخصه الذهبيه ومنحها للمستثمرين لمده 3 شهور. ايه التسهيلات الثانيه اللي المصنعين محتاجينها علشان نقدر يعني نتكلم عن توطين للصناعات المصريه في اقرب وقت ممكن؟ واحنا عارفين ان موضوع الصناعه ده موضوع بياخد وقت، لكن الحقيقه انه يعني في عز كل الازمات اللي حاصله في العالم وبالتاكيد مصر جزء منها، احنا عايزين ناخد الخطوات الاسرع في هذا الاتجاه. اهو بقيت الاجنده بتاعت احتفال اتحاد الصناعات المصريه بالمئويه بتاعته على مدار ال3 ايام، والمعرض اللي كان مقام النهارده على هامش الملتقى. هو احنا التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، احنا النهارده كان عندنا وفود من اتحادات صناعات ومن دول موجوده، سواء اوروبيه سواء هيئات تمويل. اتحاد صناعات دعيهم عشان نتناقش في نقل التكنولوجيا، نتناقش في إيجاد التمويل المناسب. اتحادات الصناعات اللي هي بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية، وإزاي نجذب الاستثمارات الموجودة للصناعة هنا في مصر أو لمشاريع جديدة هنا في مصر. كل دي حاجات هي بتسهل من موضوع تقوية الاقتصاد المصري عن طريق تقوية الصناعة. فيعني احنا نقل التكنولوجيا، ايجاد تمويلات لينا. المهندس السويدي النهارده اشار للعماله المدربه، وازاي اللي احنا برضه اتحاد الصناعات بالاتفاق مع وزاره التعليم ابتدينا نعمل مدارس للعماله الفنيه، ودي كان مشروع ناجح جدا تم عرض منه بعض النماذج النهارده. فاعتقد دي كلها حاجات بتؤدي ل دي نقطة مهمة جدا يا باشمهندس، مسألة تدريب العمالة، لأنه إحنا لفترة كبيرة من الوقت كان فيه
فجوه كبيره ما بين طلبات السوق وما بين العمال المدربين والفنيين المدربين على متطلبات السوق، فمساله التطوير اللي حصل برضو في التعليم الفني اعتقد انها سدت الفجوه دي بشكل كبير. ومستمره، والنهارده كان في يعني كلام مع سياده الرئيس ان احنا نتوسع اكثر في موضوع المدارس اللي هي الفنيه التكنولوجيه والفنيه بالظبط كده، اللي بيقوم بيها بالمشاركه بين الكيانات الاقتصاديه اللي موجوده والشركات الكبرى مع وزاره التعليم والتعليم الفني. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس احمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي ومستشار اتحاد الصناعات المصريه للشؤون الفنيه والتغيرات المناخيه.